السلام عليكم، معكم هشام عاطي اللي هو منخرط في ودادية بيرلا أندلسية. المشروع ديال مشروع بيرلا أندلسية الودادية السكنية أندلسية. حنايا هاد المكتب هذا اللي كنعتبروه واحد حتى هو من مافيا العقار اللي كاينين في المنطقة، لأنهم كيف تنعرفوا أن عندهم جوج تاع الوداديات هناك، وما عندهمش غير جوج ديال الوداديات، عندهم وداديات كثيرة. عندهم ودادية في سيدي رحال، عندهم ودادية في بني ملال، يعني هادو ما بقاوش يعني ناس جاوا على أساس ودادية غادي يستافدوا منا هنا وغيكونوا حتى هما منخرطين غيستافدوا غيمشيو في حالهم. لا، هادو ناس طاحت عليهم هاد الفكرة ديال العقار، ولكن ما عندهمش راس المال، دونك التجأوا لهاد الوداديات هادو اللي كاين واحد الفراغ قانوني واللي كنحمل المسؤوليه الكبيره للدوله، لان مخليه داك المجال مفتوح من هبه ودب كيجي. حنا تنعرف هذا المكتب ديالنا، حنا كيتكون من 4 ديال الاشخاص، 3 منهم موظفين عموميين، ناس كانت عاديه، ما هذا ناس واحد منهم موظف ايشيل 5 في الجامعه، ولا راكب على مرسيدس كلاس اس كدير 80 مليون. يعني من اين لك هذا؟ واش الناس ما هاد الدوله ما فيهاش ما كاين لا مراقبه لا والو؟ ناس جاوا حطوا بانو تمايا مكتب البيع، حتى دونا نعاهم عاد حيدوا مكتب البيع وداروا مكتب، انا كنسميه مكتب استقبال الضحايا. هاد الموظفين العموميين اللي هما يا 3 اسوا هاد الوداديات هادو. حنا ماشي ضد تاسيس الوداديه ولا لا، ولكن يكون غير المعقول. انا كنشوف ان كاين معنا واحد في المكتب الوداديه، معنا قاضي رئيس محكمه سابق كيتواجد في المكاتب بجوج، لا ديال الوداديه ديالنا، لا الوداديه ديال اندلسيه بيت اللي هي وداديه بن مسيك، وكان كيتواجد هو نفس الشخص كيتواجد في وداديه اخرى سميتها وداديه ايمن اللي دارت شراكه مع الوداديه ديال بن مسيك. انا غنهضر على المشروع ديالنا حنا. هاد القاضي هذا، انا ولو انا ملي سمعت في الاول راه وداديه فيها قاضي، انا استبشرت خير، بلا قلت واه هاد الناس غادي يكونوا مزياني. انا هو اللي شنو اللي زعمني باش ندخل لهاد الوداديه، ان كاين تواجد قاضي وكيقول لك محكمه فيها قضاة، ما غاديش نضيع، يعني حقي ما غيضيعش وغنكون مع ناس. لكن في الاخير تفاجئت بان هاد السيد هذا هو كيتماطل علينا، قال لك قالنا بان التسليم غيكون من هنا لثلاث سنين. فدابا دفعنا حنايا منخرطين من 2013 لدابا راه 2021، المشروع ديالنا كيتكون من 3 اسطر. الشطر الاول تسلم بواحد الظروف كارثيه، لاستيب واقفه، يعني هذيك لاستيب الماء ديالها فين غيمشي؟ غيمشي للبحر. اش غيوقع للبحر؟ غيتلوت. مساء. السلام عليكم وشكرا للصحافه ديال المساء، والحقيقه التحق بنا الجنب محكمه المدنيه اللي في الدار البيضاء. بغينا نعرفوا رجاء شنو اخر التطورات الجديده اللي كاينه في هذه القضيه هذه؟ اخر التطورات المره الاخرى فاش كنا درنا باردون جوج وقفات في المحكمه ديال عين سبيح، كان استقبلنا وكيل الملك و هبطوا للارشيف وقلبوا واحد الشكايه اللي كنا درنا في 2019 ما تلقاتش ما كايناش، وجوك الشكايه ديال 2020 و21 قالنا غتعزلوا لان دي دو شكون فيهم اللي بغيتوا التفاعل. عزلنا وحده اللي بغيناها التفاعل، وقالنا انه غادي يعطي الاوامر لولايه الامن في الدار البيضاء باش يمشيو للابناك ويشوفوا لا تراس ديال الفلوس، شكون من كانت كدوز الفلوس، واخا حنا عارفين لمن كانت كدوز الفلوس. لحدنا الان هذه شهرين ونص هناك تماطل، كنمشي للولايه كيقول لك طبعا الولايه كدير خدمتها، مي كيقول لك خاصنا امر من عند وكيل الملك. لحدنا الان كاين تماطل من عند وكيل الملك ديال محكمه عين السماء، ما عرفناش علاش. المشكله سكو هاد مافيا العقار في المغرب كامل، اللي جا بغا يدير الفلوس مشى للمنصوريه ولات بؤره ديال مافيا العقار، كيجي كيدير كيلبس جلابه انه منعش عقاري وكيبدا كينصب على عباد الله. والمشكله حتى الظاهر ديال 1958 حما اعضاء المكتب وما حماش المواطنين كضحايا، ما حماهمش حيت هما كيحكموا عليه، هما مثلا حكموا عليه في الوراضي وامين المال ب 10 سنوات نافذه بتهمه نصب واحتيال وخيانه الامانه والتلاعب باموال غير، علاش وحكموا لنا مطالبه بالحق المدني؟ علاش ما حكموش لنا باسترجاع الاموال؟ نعرفوا الفلوس فينا هي، واش مشات لبنما بحال باب دانا، مشات لامريكا، مشات لسويسرا، فينا هي الفلوس؟ راحت لا يعقل واحد مدخل 60 مليار
وصارف على الارض 15 مليار و45 مليار غادي يبقى حاطه في المغرب واخا يكون خزنه في دار هذا السيد سي امبوسيبل. لذلك احنا كنطلبوا ما بقاتش عندنا الثقه في حتى شي حاجه، لانه فين ما كنديروا شي ان با شي خطوه لقدام ضروري هناك تماطل، خاصك تديري الوقفه وتسخفي وتطيحي والسوشيال ميديا واليوتيوبرز ولي لايف باش كتوصلي. حنا كنطلبوا من اعلى السلطه اللي دائما كناشدوا هو جلاله الملك محمد السادس نصره الله لاعلى سلطه في هذه البلاد، انه كما لو تخفوا كنشكروا من هذا المنبر الاستاذ عبد النباوي فصيفطوا للجنه في الصالح المشبوه ديال محكمه الاستئناف وصيفطوا للجنه كذلك محكمه عين السبع، كنطالبوا انهم يصيفطوا للجنه المنطقه المنصوريه، لانه لا يعقل لا الباشا ولا العامل ما كيقوموش بالمهام ديالهم. لا يعقل واحد من 2004 هو كينصب في سيد الرحال وجا كينصب في بن سليمان وباقي ما مكملش بروجي، وعطيتوه رخصه ديال وداديه المحيط الازرق الثاني، وعاود عاوتاني عطيتوه رخصه ديال وداديه المحيط التيران الثالث، عاود عاوتاني عطيتوه رخصه ديال اكوا بارك. لا يعقل ما يمكنش. دونك اليوم كيلكو شوز كي كلوش سي طان هناك اكول بلون كيتسمى. حنا واحد الحاجه حنا ما فاكينش على رزقنا. هادشي اللي بغيت انا نوصل نوفل الورادي وعائله نوفل الورادي بكاملها وكاملين هذيك العصابه ديالو، حنا من واحد النوع داير بحال كولا سبيسيال ما مفاكينش على رزقنا، حيت هو كما كان خرج في الصالح مشبوه قال لنا انا هاد عامين ربيتكم واخا انا داخل السجن كيوصلني التقرير ديالكم يوميا اش كديروا، هو ماشي كومون جو تو دير ماشي في مصلحته نديروا المكتب. اما حنا الا درنا المكتب غتولي عندنا صفه قانونيه، نقدروا بعدا نتفاهموا مع لي بونك. الحمد لله لي بونك كانوا غيتباعوا غيبيعوا الاراضي بجوج في المزاد العلاني، وقفنا وحنا صابدين على حقنا وما مفكينش على هذا الشيء، وان شاء الله كنتمناو الخير. رجاء شنو الهدف من هذه الوقفه الاحتجاجيه؟ الوقفه الاحتجاجيه ديال اليوم كانوا فيها ماشي فقط ضحايا ديال وداديه المحيط الازرق، كانوا فيها كذلك الضحايا ديال بيرلا والضحايا ديال وداديه بيرلا وداديه الاندلسيه وداديه ابواب البحر والعقار ديال باب دانا. جينا تضامنا ودرناها موازات مع الجاليه المغربيه في اليوم في تروكاديرو حدا السفاره المغربيه، لانه حنا باش نبينوا لهم ان الملك ديما كيقاد من الجهه والنصابه كيجيو كيخربوا من الجهه، وحنا ما مفكينش على رزقنا وباذن الله سبحانه وتعالى غادي نوصلوا للهدف ديالنا. رسالتك الاخيره لمن تبغي توجهها؟ رسالتي كنبغي نوجهها للجاليه المغربيه والمواطنين اللي هما يا مواطنين كيضربوا تمر بالليل وبالنهار سواء داخل المغرب او خارج المغرب، ما يشروش شي حاجه سميتها وداديه صوف الا لا شاف الدار هكا بالسوالت باش يدخل، ولو نوطيغ حتى يتاكد منه، لانه حنا حتى حنا دزنا عند الموثقين راه جوج كاينين داخل السجن.